احنا معانا دلوقتي بينضم لينا عبر الهاتف الاستاذ اشرف ابو الهول مدير تحرير جريده الاهرام. صباح الخير على حضرتك. صباح الخير يا استاذه بسنت، تحياتي لحضراتكم وللساده المشاهدين. اهلا بحضرتك. يعني على هامش هذه القمه ترتيب، عايزين نعرف من حضرتك على خلفيه يمكن الخلافات او الازمه الروسيه الاوكرانيه، هل تحاول امريكا الان استقطاب يمكن دولي للدول العربيه، واين يقع او تقع الدول العربيه من هذا الاستقطاب، خليني اقول استقطاب بمواجهه روسيا والصين؟ فبالتاكيد الولايات المتحده لا نقول تحاول استقطاب الدول العربية، ولكن نقول تحاول العودة إلى مكانها في العالم العربي وفي المنطقة. الولايات المتحدة كانت يعني دائما موجودة في المنطقة، لها تأثير كبير جدا، ولكن الفترة الأخيرة هي التي ابتعدت والتي حاولت أن يكون لها يعني أولويات أخرى. ومن ذلك عندما يعني قام الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن في بداية توليه السلطة بسحب منظومات الدفاع الجوي من منطقة الخليج العربي، وحاول التركيز في علاقاته في اتجاهات أخرى، ولكن عندما اندلعت الأزمة الروسية الأوكرانية وعندما شاهد أن الروس والصينيون يحاولون أن يتواجدوا بشكل أكبر وشعر بقيمة هذه المنطقة قرر العودة إليها. ويعني أعتقد أنه هذه العودة مرحب بها بشكل أو بآخر، ولكن يعني بسبب العلاقات التاريخية بين أمريكا وبلدان المنطقة، ولكن من المؤكد أنها لن تكون على حساب الدول الأخرى، على حساب القوى الأخرى. فالدول العربية جميعها ومصر في مقدمتها تحاول أن يكون لديها توازن في علاقتها الدولية والإقليمية، وأن يكون لديها علاقات مع الجميع، وألا تتورط في أي صراع مهما كان طالما يأتي ضد مصالحها. عظيم. أستاذ أشرف، أولويات الرئيس الأمريكي إيه في هذه الزيارة؟ يعني هناك مسألة العودة للمنطقة، ولكن هناك المسألة التي تحدث فيها كثيرا، وهي مسألة أمن الطاقة، وهي مسألة ضمان تدفق البترول والغاز من المنطقة وكميات كبيرة وانخفاض أسعاره. ويعني ربما أيضا يحاول أو حاول أن يعني يكون هناك ضخ كبير جدا للطاقة من المنطقة، حتى إذا ما نجح الغرب في استبعاد الوقود الروسي في يعني وقف تدفق الغاز من روسيا إلى أوروبا يجد بديل من المنطقة. وأعتقد أيضا أنه رغم أن هذه أولوية معلنة من الجانب الأمريكي، إلا أن الدول العربية يعني لا تحاول أن تنصف فيها كثيرا، لا تحاول أن تدخل حرب بالوكالة مع الروس في مجال الطاقة وغيرها. هناك أولوية أخرى وهي أولوية معلنة للولايات المتحدة، وهي ضمان يعني تفوق إسرائيل وضمان استمرارها واستقرارها. ويعني هذا الأمر معروف من السياسات الأمريكية القديمة، ولكن أيضا الدول العربية تدرك تماما أين تقع مصالحها. لكن على ما يبدو أستاذ أشرف، زي ما حضرتك تقول أن السياسات الأمريكية القديمة والسياسات الحالية سياسات مختلفة تماما بالنسبة للشرق الأوسط، وده هيكون واضح بالتأكيد من خلال هذه الزيارة. بنشكر حضرتك طبعا أستاذ أشرف أبو الهول مدير تحرير جريدة الأهرام.